الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه نكمل الكلام عن سيدتنا ام هانئ بنت ابي طالب ابن عبد المطلب رضي الله عنها وارضاها اخت الامام علي كرم الله وجهه من اخبار هذه السيده الشريفه العظيمه الصحابيه الجليله انها في يوم فتح مكه قصد النبي صلى الله عليه واله وسلم بيتها وفي ذلك دلاله بالغه على عنايته صلى الله عليه وسلم بوصل ارحامه حتى في اشد حالات الانشغال وكذلك يدل على ان لها منزله خاصه عنده عليه الصلاه والسلام فاهل مكه كلهم يرغبون ان ينزل في منازلهم ولكنه جاء الى بيت امهانه ثم قال لها يا ام هانئ هل عندكم من طعام ناكله؟ وهذا كذلك فيه اشاره على اللطافه والبشاشه والبساطه التي في حياته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في معاملته، قالت له ام هانئ والله يا رسول الله ما في بيتنا الا خل. هذا من زهدها فقال صلى الله عليه واله وسلم: ما افتقر بيت من ادم فيه خل، فلهذا كان كثير من الصالحين يحبون ان يجعلوا على موائدهم قليل من الخل ويقولون في ذلك بركه دعوه النبي واشاره النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب الفقر من البيت الذي في ادامه خل رضي الله عن الصالحين الذين يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا علي بن أبي طالب كان قد أصر على أن يقتل رجلا من أقوم زوجها بني هبيرة وكان ذلك الرجل من الذين استبحت دماؤهم ولكن أمهان أجارته فما قبل منها سيدنا علي ذلك وقال والله لأقتلنه فقالت والله لا تفعل اختلفت هي واخي هي واخيها سيدنا علي فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله ان ابن ابي وامي يقول انه قاتل من اجرت واني قد اجرت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته المشهوره التي صارت مثل المثل السائر في الناس قال قد أجرنا من أجرت يا أمهان قد أجرنا من أجرت يا أمهان فامتنع سيدنا علي عن ذلك وتأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الأمر إشارة إلى فضيلة من الفضائل الكبيرة التي منحها الله أهل الإسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم يسعى بذمتهم ادناهم يعني ان ادنى رجل في المسلمين لو انه اعطى الذمه لاحد من غير المسلمين فانه يلزمنا جميعا ان نحترم ذمته وان نحترم جوار اي واحد من اخواننا المسلمين ولو كان ادنانا في النسب أو في الحسب أو في المال بل حتى لو كان عبدا من العبيد هذا من شرف الإسلام الذي شرف الله سبحانه وتعالى به من دخل إليه من الروايات التي جاءتنا عن سيدتنا أم هانة وقد ذكرنا أن لها مواقف كثيرة ولها روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة ناولها شرابا فقال لها اشربي فأخذت أم الشراب وقالت يا رسول الله إني صائمة إلا أني لا أفرط في سؤرك يعني أبغى بركة لعابك وأبغى بركة فضلة فمك في هذا الشراب فأخذته وشربت رضي الله عنها وأرضاها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صوم قضاء فعليك أن تصومي يوما محله وإن لم يكن فإن شئت صمتي وإن شئت لم تصومي فبذلك عرفنا ان المحبه لها مقام عظيم والى ذلك يشير الصالحون ان الانسان اذا كان صائم صوم نفل ثم بسطت مائده خير وكان عليها احد من اهل الصلاح واهل القران واهل العلم واهل الفضل فان الافطار مع بركتهم أحسن من إمساكنا على هذا الصوم تعلمنا هذا الأدب الرفيع من أم هانئ رضي الله عنها وإقرار الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها على فعلها هذا وكذلك روت لنا أم هانئ حديث صلاة الضحى وتفردت به رضي الله عنها وأرضاها وهو أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستستره بثوب ثم قالت فقام صلى الله عليه وسلم فالتحف في ثوب واحد ثم صلى ثمان ركعات وقت الضحى فمن روى لنا صلاة الضحى وكونها ثمان ركعات هي أم هانئ وقد تفردت بهذا رضي الله عنها وأرضاها وغير ذلك من الروايات هي التي روت لنا وصف الغسل من الجنابه وكثير من الاحاديث جاءتنا عنها رضي الله عنها وارضاها فرضي الله عن ام هانئ وعن اخويها جعفر وعلي وعن اهلها وعن بنيها وعن ال بيت رسول الله اجمعين وجعلنا الله واياكم من المنتفعين بهم وبحبهم في الدنيا والاخره امين اللهم امين.